بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع مراجعة سريعة لأهم جزئيات المنهج من خلال سؤال اختياري. هنا السؤال الأول خاص بالكلمات اللي هي موجودة في تمارين كتاب الطالب وتمارين كتاب الورك بوك. فلنبدأ. النقط: is a place where people go when they do something wrong. طعنا تبقى prison، يبقى السجن هو مكان الناس بتذهب إليه عندما تفعل شيء ما خطأ. التانية: people without enough money are نقط. طعنا تبقى bo، يبقى الناس الذين ليس معهم مالا كافيا يكونوا فقراء. التالتة: my bed is under the window. There are a lot of نقط on it. يبقى لي سريري تحت النافذة. يوجد كثير من، طعنا تبقى cushions للوسائد او المخدات عليه. الرابعة: I am feeling cold and I am looking نقط drinking some hot coffee. طعنا تبقى انا اشعر بالبرد and I am looking forward to، وأتطلع إلى، طبعا بيجي بعدها الجيران، بأتطلع إلى شرب بعض من القهوة الساخنة. الخمسة: I am not my food stall here because it's the best place in the city. هتبقى I am parking، يبقى أنا باركن الكشك بتاع الطعام بتاعي هنا because لأن it's the best place in the city، إنه أفضل مكان في المدينة. التامنة: You call a نقط if there is a problem with your computer system. يبقى طبعا اللي هتطلب أو تتصل بكمبيوتر إنجينير، يبقى مهندس الكمبيوتر لو كان هناك مشكلة مع نظام الكمبيوتر بتاعك. عندي بعد كده النقط: prepare the food for people to eat. طبعا هنا تبقى street food seller، يبقى اللي هو البائع المتجول للطعام في الشوارع، بيعد او يجهز الطعام للناس لكي تأكله. عندي بعد كده الجملة التامنة: انا نقط helps to keep people safe in the streets. طبعا تبقى a police officer، يبقى ضابط الشرطة بيساعد في ان هو يحافظ على امان الناس في الشوارع. التاسعة: one of the best نقط to be happy is to remember the good things in your life. يبقى one of the best ways، يبقى من افضل الطرق لكي تشعر بالسعادة هي ان تتذكر الاشياء الجيدة في حياتك. العاشرة: Blaze score by throwing the ball into a goal in. طبعا قال هنا اللعبة بتحرز اهداف بان هي تقذف الكرة او ترميها باليد في، طبعا في مرمى، طبعا يبقى in hand ball في لعب كرة اليد. 11: The نقط Egyptian hand ball team won the under 19 World Cup final in 2019. طعنا تبقى the junior، يبقى the junior Egyptian handball، يبقى الفريق القومي المصري لكرة اليد للناشئين فاز بنهائي كاس العالم تحت 19 سنة عام 2019. 12: على نقط is an event when people try to get a prize by being the best at something. طعنا تبقى competition، يبقى المسابقة او المنافسة هي حدث عندما الناس بتحاول ان هي تحصل على جائزة بان تكون الافضل في شيء ما. 13: على نقط is a girl or woman. طعنا تبقى a female، يبقى الانثى هي او المؤنث هي بنت او امرأة. 14: the Egyptian handball team won an important نقط in 2020. طبعا هتبقى
The Egyptian handball team الفريق المصري لكرة اليد فاز بمسابقة مهمة عام 2020 يبقى تبقى competition. 15 ال is a sport with 7 players in a team يبقى رياضة فيها 7 لاعبين في الفريق طعنة تبقى handball لكرة اليد. 16 التنقط means to be the first in a game or competition يبقى نتبه to win يبقى لتفوز تعني أن تكون الأول في لعبة أو في منافسة. 17 the نقط Egyptian handball team didn't win the final in 2018 يبقى هنا the senior Egyptian handball team يبقى الفريق المصري لكرة اليد الأول أو الكبير لم يفوز بنهائي عام 2018. 18 teams from Africa never won the handball World Cup نقط طعنة تبقى final لو النهائي يبقى فرق من إفريقيا لم تفوز أبدا بنهائي كأس العالم لكرة اليد. 19 the heart نقط blood around the body يبقى طعنة تبقى pumps اللي يضخ يبقى القلب يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. 20 the نقط is the area outside a city where there are farms and lots of nature طعنة تبقى the country side اللي هو الريف يبقى هي المنطقة اللي خارج المدينة حيث يوجد كثير من المزارع وكثير أو يوجد مزارع وكثير من الطبيعة. 21 على نقط helps people who are poor, sick or don't have a home هنا تبقى at charity للجمعية الخيرية بتساعد الناس اللي هم فقراء أو مرضى أو ليس لهم مأوى أو منزل. 22 as the نقط tells the parts of the body what to do طعنة تبقى the brain يبقى المخ بيقول لي أجزاء الجسم أو أجزاء جسمنا ما تفعله. 23 a natural نقط is a terrible event such as an earthquake يبقى natural disaster يبقى كارثة طبيعية هي حدث فظيع مثل الزلزال. 24 طبعا واضح ان الجملة فيها شيء ناقص هي طبعا هنا قال to have done something very good يمكن تبقى proud بكون فخور ان تفعل شيء جيد انما الجملة ناقصة. 25 الستريت نقط help to keep our cities clean طبعا تبقى street cleaners يبقى المنظفين او المكنسين بتوع الشوارع بيساعدوا في الحفاظ على مدننا نظيفة. 26 I think rubbish نقط can be heroes طبعا rubbish collectors يبقى rubbish collectors اللي هم بيجمعهم الزبالة يبقى اللي بعتقد بان الناس اللي بتجمع الزبالة ممكن ان تكون ابطال. 27 last year I visited Karnak with my family we saw the نقط temples طعنة تبقى ancient يبقى العام الماضي زرنا الكرنك مع أسرتي ورأينا المعابد القديمة. 28 can you tell me the نقط of the ticket please طعنة تبقى برايس هل تستطيع أن تخبرني ثمن التذكرة من فضلك. 29 ancient Egyptians made نقط with clay from the Nile River طعنة تبقى بوتس يبقى القدماء المصريين صنعوا أواني فخارية من الفخار من نهر النيل. 30 ancient Egyptians used نقط to help them paint around their eyes طعنة تبقى mirrors للمرايات يبقى القدماء المصريين استخدمهم المراية to help them لتساعدهم paint around their eyes ان هم يدهنهم او يلونهم
حول عيونهم. 31 النقط has four corners تعني تبقى سكوير، لون مربع له أربعة جوانب أو أركان. 32 tourists often travel by car this makes more تعني تبقى pollution تلوث، يبقى السياح غالبا ما يسافرون بالسيارة هذا بيصنع تلوثا أكثر. 33 it's important to protect all parts of the نقط تعني تبقى environment يبقى من المهم حماية كل أجزاء البيئة. 34 هالة is a نقط person and there are often things on her bed تعني تبقى ميسي، يبقى هالة شخص، طبعا هنا ميسي لغة غير مرتب ويوجد غالبا أشياء كثيرة على سريرها. 35 we could use the water from washing to نقط plants طبعا هنا تبقى water اللي يروي، يبقى نستطيع أن نستخدم المياه اللي بنستخدمها في الغسيل لري النباتات. 36 I go to the bakers with my mother نقط we always buy bread in the morning يبقى طعنة تبقى daily لي يوميا، يبقى أنا أذهب إلى المخبز مع أمي يوميا ونحن دائما نشتري الخبز في الصباح. 37 come and sit on this نقط for people can sit on it طعنة تبقى صوفة لي كنبة، يبقى تعالى واجلس على هذه الكنبة، أربعة أشخاص يمكنهم أن يجلسوا عليها. 38 I saw أحمد the father on his نقط to work this morning طعنة تبقى ويل وطريق، يبقى أنا شفت والد أحمد في طريقه إلى العمل هذا الصباح. 39 on a نقط day ريم gets up goes to school and then helps her mother in her shop يبقى تبقى on a typical day يبقى في يوم تقليدي ريم بتستيقظ تذهب إلى المدرسة وبعد ذلك تساعد أمها في محلها. 40 Robert's family home has a نقط garden full of flowers and trees طعنة تبقى لارج، يبقى منزل عائلة روبرت يمتلك حديقة كبيرة مليئة بالأزهار والأشجار. 41 My uncle has a نقط in his garden and he uses it to water his plants every evening طعنة تبقى تاب لي حنفية أو صنبور، يبقى عمي بيمتلك صنبورا في حديقته ويستخدمه لري نباتاته كل مساء. 42 The opposite of attractive is طعنة تبقى ugly يبقى كلمة العكس attractive اللي هي جذاب هتبقى ugly اللي هي قبيح. 43 The mother doesn't need to not the farmer يبقى الفلاح doesn't need to not his goats in the summer as they can find their own food in the mountains طعنة تبقى feed ليطعم، يبقى الفلاح لا يحتاج لأن يطعم غنمه في الصيف لأنه بيمكنه أن يجد طعامه الخاص به في الجبال. 44 I live in a city but my grandparents live in a small نقط in the country طعنة تبقى village يبقى أنا أعيش في المدينة ولكن أجدادي بيعيشوا في قرية صغيرة في الريف. 45 النقط gives you light هتبقى لمب لو المصباح أو اللمبة تعطيك الضوء. عند بعد كده 46 you can see yourself in a طعنة تبقى mirror تستطيع أن ترى نفسك في مرآة. 47 النقط is a big cupboard where you can put your clothes
طانة بأور ضرب لو الدولاب ألدى دولاب كبير حيث يمكنك تضع فيه ملابسك. 48 How often do you not dinner؟ طانة تبقى make يبقى كم عدد المرات اللي ممكنك تجهز فيها غداءك. 49 You can catch a plane from a نقطة طانة تبقى airport اللي هو المطار. يمكنك أن تلحق بالطائرة من المطار أو تركب طائرة من المطار. 50 When you invite a person to your house they are your نقطة طانة تبقى guest يبقى عندما تدعو شخص لمنزلك فهم يكونون ضيوفك. 51 When you go on holiday you can put your clothes in a نقطة طانة تبقى suitcase حقيبة أو شنطة سفر يبقى عندما تذهب في أجازة تستطيع أن تضع ملابسك في حقيبة سفر. 52 When two people get married they have a نقط طعنة تبقى wedding اللي هو حفل زفاف يبقى عندما شخصين يتزوجان فهما يقومان بعمل حفل زفاف. 53 The skin of a zebra is طعنة تبقى striped يبقى الجلد بتاع الحمار الوحشي بيبقى مخطط. 54 If you are tired why don't you not rest يبقى لو انت طعنة تبقى have لو انت متعب لماذا لا تأخذ قسطا من الراحة. 55 In a school students play games in a نقط طعنة تبقى play ground ملعب يبقى في المدرسة الطلاب بتلعب الألعاب في ملعب. 56 على نقط is an area of very dry land طعنة تبقى desert اللي هي الصحراء يبقى منطقة جافة جدا. 57 على نقط is a boy or girl aged 13 to 19 طعنة تبقى teenager اللي هو الشخص المراهق ده ولد أو بنت عمره من 13 ل 19 سنة. 58 A nuat does experiments to study and find out about how things work طعن ده يبقى scientist يبقى العالم بيجري تجارب ليدرس أو يكتشف كيف تعمل الأشياء طعن ده work. 59 أنا نقط knows how to look inside the body to help people who are ill طعنة تبقى هنا surgeon اللي هو الجراح يبقى الجراح بيعرف كيف ينظر داخل جسم الإنسان ليساعد الناس الذين يكونون مرضى. 60 النقط the meat into small pieces before you cook it طعنة تبقى cut يبقى قطع اللحم إلى قطع صغيرة قبل أن تطبخها. 61 Mona's mother is a nut at the hospital. They don't pay her for her work. طبعا هنا تبقى volunteer. يبقى أم منى بتعمل كمتطوعة في المستشفى فهم لا يدفعون لها مقابل عملها. 62 Dirty water from a river can not you if you drink it طعنة تبقى infect ليعدي يبقى المياه القذرة اللي موجودة في النار ممكن تصيبك بالعدوى لو انت شربت منها او تلوثك infect. 63 you can only open this door in a نقط such as a fire طعنة تبقى emergency ليطوارئ يبقى يمكنك فقط فتح هذا الباب في حالة الطوارئ مثل الحريق. 64 My grandmother was born in 1955 and my not grandmother was born in 1930 فأنا تبقى هنا great يبقى جدتي ولدت عام 1955 وجدتي الكبرى اللي طبعا أم جدتي ولدت عام 1930.
65. I don't think I know the answer to this question. طانة I don't think I know. إب أنا لا أعتقد أني أعرف الإجابة لهذا السؤال. عندي بعد كده 66. وردة is good at math and she's good at English. طانة تبقى 2 أيضا. يبقى وردة جيدة في الرياضة وهي أيضا جيدة في اللغة الإنجليزية أيضا. 67. We went to my cousin's house this morning but nobody was not. طانة تبقى there هناك. ذهبنا إلى منزل ابن عمي هذا الصباح ولكن لم يوجد أحد هناك. 68. You can watch a sports match at a not. طانة بينا استديوم للإستاد. يبقى تستطيع مشاهدة مباراة رياضية في الإستاد. 69. A not is an entrance to another place. طانة تبقى أرش. طان أرش بتجي بمعنى قوس أو مدخل. يبقى لنا مدخل لمكان آخر نسموه قبو باللغة العربية أو طرقة. 70. We pray at a. طان هنا هتبقى موسك. يبقى نحن نصلي في المسجد. 71. النقط has very strong walls. طان هتبقى كسل. يبقى القلعة لها جدران قوية جدا. 72. النقط is not a complete building. طانة تبقى ruin للدمار. يبقى ليس مبنى غير كامل. يبقى ruin للدمار يبقى مبنى غير كامل. 73. You might see a نقط in a museum. طانة تبقى statue تمثال. يبقى ربما ترى تمثالا في المتحف. 74. There are more than 2000 نقط in the museum. طانة تبقى objects لي أشياء. يبقى يوجد أكثر من 200 شيء أو 200 شيء طبعا تحفة فنية مثلا في المتحف. 75. This chemical helps to keep نقط mosquitoes. يبقى طانة تبقى away بيبعد. يبقى لهذا المفعول الكيميائي أو المادة الكيميائية بتساعد to keep away في القضاء أو إبعاد الناموس. يبقى keep away mosquitoes لإبعاد الناموس. 76. Are pieces of money made of metal. طانة تبقى coins. يبقى العملة المعدنية هي قطع من المال مصنوعة من المعدن. 77. The black and white نقط around the window are beautiful. طانة تبقى designs اللي هي التصميمات. يبقى التصميمات الأسود فأبيض اللي حوالين النافذة جميلة. 78. النقط is a model of a person. طانة هنا تبقى figure اللي هو شكل أو شخص. ده نموذج لشخص. 79. I don't play football here or you might not that car. طانة تبقى damage اللي هو يتلف. قالوا لا تلعب كرة قدم هنا وإلا سوف تتلف تلك السيارة. 80. I love going to not places such as museums and ancient ruins. طانة تبقى historic. يبقى أنا أحب الذهاب إلى الأماكن التاريخية مثل المتاحف والأشياء القديمة. طبعا هي من بقايا الأشياء المدمرة القديمة. 81. Ali's uncle works for a big oil نقط in the United Arab Emirates. طبعا تبقى company هي شركة. يبقى عم علي بيعمل في شركة بترول كبيرة في الإمارات العربية المتحدة. 82. It will rain tomorrow but I am not sure. طانة تبقى maybe ربما. سوف تمطر غدا ولكني لست متأكدا. 83. I help to look not my little sister when my parents are busy. يبقى طانة تبقى look after يعتني بي. يبقى
أنا أساعد في الاعتناء بأختي الصغيرة عندما يكون والدي مشغولين. 84. The pen is full. Please can you take نقط the rubbish. يبقى له صفيحة الزبالة أو علبة الزبالة مملوءة. ممكنك تأخذها لتأخذ الزبالة بالخارج. يبقى take out the rubbish. 85. كريم is a happy person and always has a نقط on his face. طعنة تبقى smile. الابتسامة. يبقى كريم شخص سعيد ودائما ما يمتلك ابتسامة على وجهه. 86. هالة is very نقط and leaves her toys all over the floor. طعنة تبقى messy لي غير مرتب او في فوضى. يبقى هالة بتكون غير مرتبة وتترك لعبها في جميع انحاء الارضية. 87. My clothes were clean and dry, so I bought them all. نقطة تبقى away. يبقى ملابسي نظيفة وجافة، لذلك وضعتها كلها في مكانها المعتاد. put away. 88. They gave the footballer a نقطة test to check his health. فأنا تبقى random لعشوائي. يبقى عملوا للاعب كرة القدم اختبار عشوائي لكي يفحصهم صحته. 89. We all remember my grandfather's نقط. He always helped us when we were children. طعنة تبقى kindness اللي هو عطف أو ود. يبقى كلنا يتذكر عطف جدنا، كان دائما يساعدنا عندما كنا أطفالا. 90. This book is not you should read it. طعنة تبقى fantastic رائع. يبقى هذا الكتاب رائع يجب قراءته. 91. أمل finds it very easy to not friends because she is so friendly. طعنة تبقى make friends يتخذ أصدقاء. يبقى أمل بتجد من السهل جدا ان هي تكتسب اصدقاء او تعمل اصدقاء لانها ودودة جدا. 92. ادم knew everyone in the village, so he was surprised when a نقط walked into his shop. طعنة تبقى stranger شخص غريب. يبقى ادم بيعرف كل شخص في القرية، لذلك هو اندهش عندما شخص غريب دخل محله. 93. النقط is a small area and the people who live in it. فأنا تبقى community لو المجتمع ده المنطقة صغيرة والناس اللي بتعيش فيه. 94. التو نقط is to give something useful to a person or a charity that needs help. فأنا تبقى donate يتبرع. يبقى لتتبرع هو إعطاء شيء ما مفيد لشخص أو طبعا جمعية خيرية والتي تحتاج المساعدة. 95. If someone is not to you, they are terrible to you. طعنة تبقى cruel هي قاسي أو صارم. يبقى لو شخص قاسي معك يبقى هو فظيع بالنسبة لك. 96. The road الفرج access bridge is the نقط bridge in the world. طعنة تبقى widest اللي هو أوسع. يبقى كوبري محور رود الفرج ده هو أوسع كوبري في العالم. 97. Please take your نقط home. Don't leave it in the park. طعنة تبقى rubbish اللي هي القمامة. قال له من فضلك خد القمامة بتاعتك المنزل، لا تدعها في المنتزه. 98. It was raining for days and then there was a knot so people used boats to leave their houses. طعنينا تبقى في الأرض اللي هو فيضان. يبقى كانت تمطر لعدة أيام وبعد ذلك كان هناك فيضانا، لذلك الناس استخدمت القوارب لكي تغادر منازلها. 99. There was no rain for 4 months this winter, so now there is a
هتبقى دراوت جفاف، يبقى ان لا توجد امطار لمدة 4 اشهر هذا الشتاء، والان يوجد جفاف. 100 Not many fish live in the river because it's very طعنة تبقى بلوتد ملوث، يبقى لا يوجد كثير من السمك يعيش في النهر لأنه ملوث جدا. 101 Bikes are a not form of transport because they use no fuel طعنة تبقى green form، يبقى الدراجات دي هي طبعا شكل من أشكال النقل النظيف بتاع السماء الأخضر والذي لا يلوث البيئة لأنه طبعا لا يستخدم وقودا. 102 The hotel is now working with a charity that helps the coral طعنة تبقى ريفس، يبقى للفندق الآن بيعمل مع جمعية خيرية والتي تساعد الشعب المرجانية لكورال ريفس. عندي بعد كده 103 The East Hotel is very new only not energy from the sun and wind is used at the hotel، يبقى للفندق الشرقي ده جديد جدا، يبقى only green energy يبقى الطاقة الخضراء فقط اللي بتيجي من الشمس والرياح بتستخدم في هذا الفندق. 104 At the moment a lot of our rubbish is burned and this can lead to not a change طعنة تبقى climate change اللي هو التغير في درجات الحرارة، يبقى اللي في هذه اللحظة كثير من كمامتنا تحرق وهذا يؤدي إلى تغير في درجات الحرارة. 105 Global Recycling Day is an important نقط in March. طب قال اليوم اللي هو العالمي لإعادة التدوير أو الدورة is an important event بحدث مهم في مارس. 106 أنا نقط speaks to people on the phone. He or she helps them with their problems. طبعا ده يبقى نقول سنتر وركر لو عامل السنترال ما بيتحدث مع الناس في التليفون بيساعدهم في حل مشاكلهم. 107 قال بليز نقط شور ذات يو رايت يور ايميلز كيرفولي طعنا تبقى ميك شور تأكد، يبقى من فضلك تأكد بانك بتكتب ايميلك بعناية. 108 يو كان جيف ماني تو انقط تو هيلب فور بيبول يبقى هتبقى تشارتي ليه جمعية خيرية، يبقى يمكنك أن تعطي المال لجمعية خيرية لمساعدة الفقراء. 109 I started preparatory school a year طعنة تبقى ago يبقى أنا بدأت مدرسة الإعدادية منذ عام مضى. 110 As the نقط take in air and help us to breathe طعنة تبقى the lungs يبقى الرئتين أو رئتان تمتص الهواء وتساعدنا في التنفس. 111 أنا نقط is something serious or dangerous that you need to do something طعنة تبقى emergency للطوارئ هي شيء خطير جاد أو خطير والذي يتطلب أن تفعل شيء ما طعن serious ممكن تبقى خطير برضه. 112 We have a نقط in the bathroom يبقى we have a mirror نحن نمتلك مرآة في الحمام. 113 هالة has to put نقط her toys يبقى put away ليتضعها في مكانها المألوف، يبقى هالة طب يجب أن تضع لعبها في مكانها المألوف. 114 نادر and his brother have to not ready for school طعنة تبقى get ready يستعد، يبقى نادر وهو يجب عليهم أن يستعدوا للمدرسة. 115 What not acts of kindness should you do next week يبقى طعن what random acts of kindness يبقى ما هي أنواع
العطف العشوائية التي ينبغي أن تفعلها الأسبوع القادم. 116 سمير هيلبس تو كلين بيتشز أند نقط ربش. طبعا هتبقى هنا بيكس أب، يبقى سمير بيساعد في تنظيف الشواطئ والتقاط القمامة. 117 بيبول دونيت ماني تو ذا تشاريتي أند زي هيلب تو نقط ذا أنيمالز. طبعا تبقى هنا فيد اللي هي يطعم، يبقى الناس بتتبرع بالمال للجمعية الخيرية وهي بتساعد في إطعام الحيوانات. 118 وي شود كلين ذا ريفر بيكوز اتس فيري نقط. طبعا تبقى بلوتد ملوث، يبقى نحن ينبغي أن ننظف النهر لأنه ملوث جدا. 119 The Egyptians opened the Suez نقط in 1896. طبعا تبقى السويس كانال، قناة السويس. يبقى المصريين افتتحوا قناة السويس عام 1869. 120 النقط is very important to Egypt. طبعا تبقى tourism السياحة مهمة جدا لمصر. 121 tourists bought wonderful نقط from the market. طبعا تبقى souvenirs هدايا تذكارية، يبقى السياح اشتروا هدايا تذكارية رائعة من السوق. 122 we need more rain or there might be a نقط. طبعا هنا تبقى drought، يبقى نحن نحتاج أمطار أكثر وإلا ربما يكون هناك جفاف. 123 which of these towns is not on the north west coast of Egypt. طبعا تبقى located تقع، يبقى أي من هذه المدن تقع على الساحل الشمال الغربي لمصر. 124 النقط ريفز ار سمتايمز دامج باي بوتس. طبعا تبقى كورال ريفز، يبقى الشعب المرجانية احيانا تتلف بواسطة القوارب. 125 روبرتاس فاميلي هوم ان ذا سيتي از بيج اند نقط اي لايك جوينج ذير. طبعا تبقى اتراكتيف اللي هي جذاب، يبقى المنزل منزل العائلة بتاع روبرتس في المدينة كبير وجذاب، أحب الذهاب هناك. 126 The opposite of terrible is طبعا تبقى good، يبقى عكس فظيع هتبقى جيد. 127 حسن forgot to bring in food for the picnic but he can not our food. طبعا تبقى share يشارك، يبقى اللي حسن نسى أن يحضر أي طعام للنزهة الخلوية ولكن هو باستطاعته أن يشاركنا طعامنا. 128 روبرتا فيلز نقط when some men take their father from their home she doesn't know where he is going or why. طبعا تبقى ترابل فظيع، يبقى روبرتا شعرت بشيء فظيع عندما بعض الرجال أخذوا والدها من منزلهم، هي لا تعرف أين ذهبوا به أو لماذا. 129 روبرتاز نيو هاوس إز إن ذا كانتري نير أريل واي. طعنة تبقى لاين وخط سكة حديد، يبقى منزل الجديد لروبرتا في الريف بالقرب من خط سكة حديد. 130 This family don't have much money and now they are not. طبعا تبقى poor فقراء، يبقى هذه الأسرة لا تمتلك كثير من المال والآن هي فقيرة. 131 Your father can not the car on this road it's very quiet. طبعا تبقى بارك اللي يركن، يبقى والدك يستطيع أن يركن السيارة في هذا الطريق إنه هادئ تماما. 132 It's usually easy to not with people other countries if you speak English.
كانت يبقى كوميونيكيت يتواصل. يبقى انه عادة من السهل ان تتواصل مع الناس في البلاد الاخرى لو انك تتحدث الانجليزية. 133. My little brother is very naughty. He always wants to stay at home and watch TV. كانت يبقى lazy اللي هو كسول. يبقى اخي الصغير كسول جدا. هو دائما ما يريد ان يمكث في المنزل ويشاهد التلفاز. 134. The nurse works on the night for children. كانت يبقى word لعنبر. يبقى للممرضة بتعمل في عنبر الاطفال. 135. This is a photo of my parents. نقط كانت يبقى wedding لو حفل زفاف. يبقى زي صورة لحفل زفاف والدي. 136. أنا نقط teaches people how to play or improve a sport. هتبقى sports coach. يبقى المدرب الرياضي بيعلم الناس كيف تلعب أو تحسن رياضة. 137. أو لعب هنا سبورت. 137. الآدم fell off his bike and had a big knot on his arm. طعننا تبقى قط. يبقى آدم سقط من على دراجته وطعن هنا تعور أو قط الوفاة تعور فتح كبير في دراعه أو جرح كبير في دراعه. 138. I bought نقط بوكس yesterday. هتبقى تو. يبقى نشريت كتابين بالأمس. 139. النقط means very old. طعنة تبقى ancient. يبقى ancient تعني قديما جدا. 140. أنا نقط is a pot used for holiday flowers أو for holding flowers. يبقى أفاز. يبقى الزهرية هي طعن إناء بيستخدم لمسك أو الزهور. The holding flowers. 141. And is a person who can show you round a place. هتبقى guide. بن مرشد السياحي هو شخص ممكن طعن يأخذك في جولة في مكان. 142. And نقط is what you can see from the top of something. هتبقى view. يبقى المنظر هو ما تستطيع رؤيته من قمة شيء ما. 143. And she helped to look at poor children in Egypt from 1920 to 1969. طبعا هنا she helped to look after. يبقى هي ساعدت في الاعتناء بالأطفال الفقراء في مصر من عام 1920 حتى عام 1969. 144. My sister is a happy person who always has a knot on her face. كانت تبقى اسمايل. يبقى الأختي شخص سعيد دائما الابتسامة على وجهها. 145. When there is too much smoke from factories it causes air. نقط طعنة تبقى pollution لو التلوث الهوائي. هل عندما يوجد دخان أكثر من اللازم من المصانع فإنه يسبب التلوث الهوائي. 146. When there isn't enough rain there is often a. نقط طعنة تبقى drought. عندما لا يوجد مطر كافي يكون غالبا هناك جفاف. 147. When there is too much rain there is often a. نقط طعنة تبقى flood فيضان. يبقى عندما يكون هناك امطار اكثر من اللازم غالبا ما يكون هناك فيضان. 148. When the planet gets warmer it's called نقط change. طعنة تبقى climate change لو التغير في المناخ. يبقى عندما الكرة الارضية بتصبح اكثر دفئا بيسمى تغير في المناخ. 149. When ice is heated it نقط هتبقى ملتس. يبقى عندما يسخن الثلج فانه يذوب. 150.
A kind old man helps Roberta's father to leave Nuat and the family are happy to be together again. طعنة تبقى بريزن نوع يترك السجن. يبقى لرجل عجوز طيب ساعد والد روبرتا بأن يترك أو يغادر السجن، والأسرة سعيدة بأن تجتمع معا مرة أخرى. 151 We do the same thing every day when we are on holiday because my family like to have a routine. يبقى نحن نفعل نفس الشيء كل يوم عندما نكون في أجازة لأن أسرتي تحب أن يكون لها روتين يومي. 152 Can you not my mother for me because my phone is not working. يبقى can you text. يبقى هل باستطاعتك أن ترسل رسالة نصية لوالدتي لأن تليفوني لا يعمل. 153 ألا نقط helps people or animals that need help. طبعا هنا تبقى it's charity worker يبقى عامل الجمعية الخيرية بيساعد الناس أو الحيوانات التي تحتاج المساعدة. 154 When you are older do you want to live in the city or the نقط طعنة تبقى countryside الريف. يبقى عندما تصبح أكبر سنا هل تريد أن تعيش في المدينة أو في الريف. 155 I always give money to a نقط that helps poor children طعنة تبقى it's charity جمعية خيرية. أنا دائما ما أعطي المال لجمعية خيرية والتي تساعد الأطفال الفقراء. 156 Lena's cousin is in hospital with an eye نقط طعنة تبقى infection عدوى. يبقى بنت عم لينا أو بنت خالتها موجودة في المستشفى عندها عدوى في عينيها. 157 These balls are made of نقط طعنة تبقى كلي. يبقى هذه الأطباق مصنوعة من الفخار. عند 158 Bees and ants are important طعنة تبقى insects حشرات. يبقى النحل والنمل حشرات مهمة. 159 A نقط is something people wear to cover or protect their face طعنة تبقى ماسك بل قناع شيء الناس بترتديه ليغطي أو يحمي وجهها. 160 ألا نقط is the daughter of a king or queen طعنة تبقى برنسس الأميرة هي بنت ملك أو ملكة. 161 What's the name of a charity which you would like to not money to طعنة تبقى donate يتبرع. يبقى ما هي اسم الجمعية الخيرية التي تريد أن تتبرع بالمال لها. 162 ألا نقط takes you to the top of a building without using the stairs طعنة تبقى lift لو المصعد لو بياخدك لقمة المبنى بدون استخدام السلالم اللي هي stairs. وشكرا لحضراتكم.